باي. بالله دوما اعتدنا بأن الجزائر هي الأرض الطاهرة في كل وقت وفي كل حين. مرحبا متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة عبر قناتي أنا الإعلامي الفلسطيني حسام أبو الحاج. زمان ما قعدنا هالقعدة وغايبين عنكم كتير، ولكن والله لولا ظروف حصلت معنا لن نغيب عن أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، لكن عدنا لكم وبقوة. وما أظني أنتم رأيتوا الأعمال السابقة لنا اللي كانت عبر المبادرة الجزائرية، أعمال كانت للأمانة إبداع من كريم من أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. وكل التحية والإجلال والإكرام لهذا الشعب العظيم المعطاء والكريم، والذي دائما واقف ومساند لفلسطين، وفعلا محقق لكلمة أنهم مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. أهل الجزائر والله مهما غبنا عنكم، مهما رحنا، مهما نجينا، مهما سوينا، والله عاجزين على أن نوفي حقوق احترامنا وودنا واحترامنا وتقديرنا وإجلالنا لكم أنتم الشعب العظيم. اليوم وفي هذه الحلقة بالتحديد والله لكم وحشة كبيرة وشوق كبير، ولكن لن نغيب عنكم فيما بعد ذلك. اليوم وبهذه الحلقة، وكما قلنا لكم في بداية هذه الحلقة بأن الجزائر قلنا وما زلنا سنقولها بأنها أرض طاهرة ومقدسة. كيف؟ سبحان الله، صدر منها الشيخ وليد مهاوس مهماس، وكنا شفنا كيف هذا الشيخ سبحان الله كان به الرفق والحنان حتى للحيوانات، والذي أخذ ترند على مستوى الجزائر. واليوم الآن يخرج صوت ذهبي جديد من أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، صوت الشاب الجزائري عبد العزيز، هذا الشيخ الذي أقام صلاة التراويح ليلة الأيام السابقة، ليلة الغد أو الأيام السابقة، وكان صوته ذهبي لدرجة من يسمع صوته يقشعر له الأبدان. سبحان الله، المباركون يخرجون من أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، لأن أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر هم عظماء سطرهم التاريخ وسيبقوا مسطرون في التاريخ. في هذه الحلقة بالتحديد أحبابنا الكرام سنشاهد سويا أكبر صلاة تراويح على مستوى العالم، بل على مستوى الكون أجمع، في دولة الجزائر بصوت الشاب الجزائري عبد العزيز من ولاية مسيلمة، أتوقع مسالمة، مش حافظ الاسم بالتحديد، ولكن بارك الله في هذا الصوت الحنجري، بارك الله في شعبنا في الجزائر، الشعب المعطاء. قبل ما نكمل هذه الحلقة ونفرجيكم هذا الشاب ونشوف صلاة التراويح الذي أبهرت العالم، لا تنسوا الاشتراك في القناة في هذه الجلسة كل جديد، وتمنى دعم ابن فلسطين. سنستمر ومستمرين وسترون بإذن الله تعالى في كل وقت وفي كل حين، وبدعم أهلنا بالجزائر مستمرين، وبارك الله فيكم. شاهد معنا هذه الحلقة.
احنا الكرام بنكون وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم. والله مهما كنا سنبقى عاجزين على أن نوفي ولو لحظة بسيطة أو نوفي ذرة بسيطة من وفاء أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر تجاه فلسطين، فهم والله تيجان فوق رؤوسنا ووسام شرف على صدرنا. عودتنا والعود أحمد بإذن الله تعالى، وسندوما سنبقى حنجرتنا ذهبية مدافعة عن هذا الشعب العظيم شعب الجزائر. وبارك الله فيكم، والله لكم وحجة، وشكرا لدعمكم المستمر لقناتي، شكرا لكل شخص فقدنا، شكرا لكل شخص سأل عنا، شكرا لكل شخص عرف ان احنا غبنا ودور علينا. والله محبتكم بها نستمر، محبتكم بها نكبر، وبإذن الله مستمرين من 100,000 ل200,000 ل300,000 حتى المليون مشترك، حتى 45 مليون جزائري سنصل عن قريب بإذن الله تعالى. بدنا كل الجزائريين يشتركوا في قناة الفلسطين حسام أبو الحاج، ومستمرين بإذن الله تعالى. وبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بألف خير بحلول عيد الفطر السعيد، وكل عام بمناسبة شهر رمضان، كل عام والجزائر وأسياد هذه الأرض، كل عام وأنتم بركة هذه الدنيا بكل تأكيد. ونحن نحبكم ونعشقكم بزاف وعلى قولتنا خاوة. كل التحية لكم. عاشت الجزائر، عاشت فلسطين، عاشت القدس، عاشت الكعبة المشرفة، والخزي والعار للمطبعين والمتصفين صحيحين. كل التحية لكم. إلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى للشرف في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد. كان معكم نيل أمير فلسطين حسام الحاج، بأمان الله.